علاقتنا انتهت اتوقع. ايش هاد؟ هلا والله حبايبي، وهلا والله بالبونشاويين. زاق فيديوهين بيوم واحد، واللعبة من متفرج عليها انت بتتفرج عليها، بس المتابعين اللي جايين يتابعوا زاق بيتفرجوا عليها وحبوها. وليش عم ننزل فيديوهين بيوم واحد؟ مشان نخلص من السلسلة بسرعة، لانه ما عليها مشاهدات، فما بدي خليها سلسلة طويلة كل يوم حلقة حلقة حلقة، فعم حاول طول الحلقة ونزلها اكثر من فيديو بيوم واحد، وهيك بنخلص منها بيومين. فالناس اللي بتحبني اتشكركم جميعا وشكرا على دعمكم ومشاهداتكم حتى لو كانت قليلة. بعرف الناس اللي عم تتفرج على هالفيديو عم تتفرج من شاني. هلا بي جميعا، وخلينا نكمل احداث القصه محل ما وقفنا بعد ما بعد ما قتلنا بنات الليدي تبع دي بعورارا. فهمتوا كيف؟ وظلت هي عنا داخل القصر. نهايه الحلقه راحت لما قتلنا الابن الثالثه داخل هذا المكان، وهلا نكمل طرينا. يا رب. والله شباب كني لقيت كل الاقنعه. قناع البهجر، قناع المتعة، ضل لي قناع واحد، اوكي؟ وعندي كمية هلا هذا هون لندع الخمسة أجراس بالقاعة ترن، في عندنا لغز هون الخمسة أجراس. واحد، هاي جرس احفظوا مكانه. اثنين، واحد فوق هذا. اثنين. اوكي شباب. ندور عليها. لما انا طالعني لهون بده يعني اشوف جرس معناها. يب هذا جرس شفتوه؟ ثلاثة. هاي جرس. أربعة، هذاك جرس. خمسة. أوكي. أوكي ما راح أفوت من هون. بدي أروح عند ديمتري أول شيء أشتري عدة وأجي. أوكي. يمكن داخل لوحة قلبي. يا قلبي داخل. ما اسمع صوت خطوات. ديمتري احميني. ديمتري داخل على كرشك، داخل على صرتك، خبيني جوا السرة. هذا نفسه ديمتري اللي بيخبي دخان تحت السرة هون. لقد انتهت السلالة كلها. ايه بنرجع نكثر السلالة انا وانت اذا بدك، ما عم تردي علي. عم نقول لك نرجع نتكاثر ونرجع السلالة عيلة ديمتري تبعكم. ما ترضي مني. اتس اوكي يعني. اذا انت هيك شايفة ده. اوكي يا خدي، يوم جديد وفلوج جديد. هلا والله حبايبي، حاليا نحن بقصر ديموتسوكوروفروسكي. قتلنا ثلاث بنات شباب وضل الام علينا. اوكي الام معصبه كثير وعم تقول انه السلاله انقرضت، وعرضت عليها عرض جدا قوي لنحاول نرجع نكثر السلاله من الاول، ولكن ما قبلت. طبعا عرفتكم على ديمتري. ديمتري نصاب شباب، بيعنا الطلقه ب 1000 ابن الحرام لانه مصرات خريطه كنز. وان مومنتو. شباب بالنسبه لحل هذا اللغز حليته انا بالحلقه اللي راحت بدون ما انتبه، راح اذكركم فيه على السريع. انا اتوقع اذا اشلف القنبله لانه هون في مثل هنيك الفور راح تنفتح، هي ما اعرف حسب تخطيطي. ها لقيتك قناصه. يا ليل ابو لمبا. بلع لك وحده خيال المهره.
Give me more please. More وحوش. هلا عرفت ليش السنايبر كان كويس. هذول الكلاب بيموتوا بطلقة واحدة. ما بيطلع منهم مصاري. او ماي جاد عليهم 1000. انا روحت 4000 ليرة من شوي يعني. وعيتهم على الارض. في صوت شيء عالي. في صوت شيء عبي كبير. سمعانين؟ في صوت شيء عالي. يعني شيء قوي جدا. شيء راح يدعسني. والله عليهم مصاري كثير هدول الخفافيش. طيب هلا هون ما بعرف وين راح ينزلني. وبنفس الوقت هنيك ما راح انزل من النزله. ما اعرف ليش. ان شاء الله هون. اوكي مصاري هون. ايش الصوت؟ صار جلتش. 2 ماتوا. ما اعرف كيف شباب. في طريق من هون وطريق من هنيك. اوكي اوكي راح رجعني عند المصعد. يعني هي بس تطلع تلويت. راحوا البنات. يا اخي طب انا ايش دخلني والله العظيم. انا يا شباب دفاعا عن النفس. اتس اوكي يلا. لا والله مو عند المصعد. وصلنا على القناع الاخير. اوكي I should be able to get out with these. اوكي معناها المصعد لعيش. في مكان كتير لللوت على السطح. هلا تمنيت تعرفوا ايش انه يكون معي يداك الدواء اني اكتشف مكان اللوت. يمكن راح ينزلني مباشرة على القصر. انا بقول المصعد. انا بقول هيك. تذكرت المصعد. اوكي طلع لوين رجعني. Stupid man thing. You won't live long even if you run. طب يا بيبي والله العظيم ما اعرف يعني ايش اعمل. خلص رايح يا رب. تعرك لك القصر كله وطالع منه. اخر وحده يا رب جايز. وينه؟ ما هي قناع الغضب. ممكن يفتح الباب بسرعة؟ في لوت كتير. في بوس. اوكي هذا الخنجر المسموم. يمكن هذا الخنجر اللي بيقتلها بس انا ما بدي موتها. تبلعي. علاقتنا انتهت اتوقع. انتي منطري وانا منطري. يب. علاقتنا انتهت شباب. Oh!
outside matches your inside now. Son of a witch. You're finished! خلينا نظبط وضعي هون. هذول المداخل اتوقع ما بتدخل لهم هي. اعطوني طلق سنايبر معناها بتموت بالسنايبر هي. لازم اضربها قلها. ما بصير حدا يشوفها بهذا الشكل. Oh my Allah! What? حاسس في شيء لازم اسويه زياده ما عم اسويه انا. فتحت لي طريق. Okay. Someone at it!
You're the one who's cursed. قتلوا قرية كاملة، جيت لحالي قتلتهم بثواني. ومن الحب ما قتل كايز من فعل. هذا أول بوس. ضل عندي السمين. قارورة قذرة، شكرا على الترجمة. والله كان كنت ناوي يعني الشيء اللي بيننا يكون أكتر يعني. كنت ناوي نوصل لمرحلة تانية يعني، كنت حابب أخلي سلالة ديستوكروفي يتكاثر، ولكن كنت حابب أدمج آل بونش مع يعني، ولكن ما في نصيب شباب. إذا القلب ما دق ما يدق يعني، فهمتوا كيف؟ وهي الظاهر قلبه معلق عند شخص تاني. يلا سيدي يلا. المهم إنه أنا حاولت. أنهيت ذلك العنصر المطلوب، رجاء أوصله للمنزل ذي المدخل الحمراوي بالكوف عند الحطام، ثم اتجه للقرية. في شغل كأني رجعنا عدنا للقرية. لا يمكن، بدنا عتلي وعتلي من هلا ما شفنا عتلي صحيح. طب شباب مو لازم المفاتيح اللي خلصوا خلص، ولا بعدها لازم شغلات بالبيت. ايوه اكيد لازم شغلات بالبيت. معقول ديمتري بياخذ السمك كمان؟ اوكي. بس انا خفت يكون سمك مسمم او شيء. ويلكم الزعيم الثاني. هل انتم جاهزون؟ ليتس جو! نهلا هاي السكري. We await the light at the end, in life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late, or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait. Hey, بس بتسكر عليه الباب. Looks familiar. ما اعرف هذا اللغز كيف يعني. اكتر اوكي حفظته. لقدام راح تجيني اتوقع شغلات احركها بهاي الشغله. موقع المراسم. يبدو هذا النمط مألوفا بشدة. اوكي هي الملوك الأربعة اللي كانوا موجودين باللوحة، وكل ملك لازم نحط قدامه شيء، بس مو هلا، لازم نروح ندور. انا بدي اياكم تجوا لعندي من زمان. I miss you guys. والله I miss you. تذكرتونا دول المزعجين اول شيء وقت ما كان مع اسلحه كان دائما يجوا يتسلوا علي ويمسحوا فيني الارض ويضربوني. يب هلا جايز. هلا صار فيني لكم هلا والله حبايبي. رجع جد ديمتري. هذا من وين بيطلع؟ It was all worthless. Is that so? هسه هو اخر شيء يطلع الزعيم الكبير. Not sure if it's a value, but why you have your daughter right in your own hands? What? What are you saying? Take a closer look. Head.
flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word! This is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. قواها فريدة من نوعها معناتها ما هي ميتة بس مقاطعينة وكل زعيم عنده قطعة. She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? هاي الأم ريندا اللي عملت هيك مقطعتها وموزعتهم على الزعماء. The customer is always right. After all. You'll pay. بنت وحش بكل الأحوال. شغلات جديدة عند ديمتري. طور فورا الشنطة. في سكوب عنده. تعال نكبر الشنطة شباب. بعدين بدنا 9000 تقريبا 20000 للمسدس. هي وحش انا مو قلت لكم هي مصنوعه من وحش بنته. هذا هون في لغز ما بعرف شو بنته هي وحش. انه مزين بكائن ذو 4 اجنحه معناها بدنا مثل مفتاح مجنح. تمام. ها مفتاح مجنح طيب مزبوط. رجعنا للقريه. اوه ماي جاد ثواني. ايوه كان في هون لغز لانه طالع عندي الخريطه بهذا البيت. في شغلات تنباع. وين وينك يا ناموسه وينك وينك يا ناموسه. هذا وين هذول محتفظ فيهم مشان هيك شغلات. يب شكله نسي رجع نسي كيف رجع عيده مو نفس الطريقة رجع جدك يا اخي ترجع بنتك ايزي يا برو. لسه في كمان شغلات جوا؟ تتذكروا مو بوزو؟ انا وعدتهم اني راح ارجع لهم. لازم ما اخلف بوعدي، لازم اكون قد كلامي. اورجيهم قديش انا صرت قوي. معناها سؤال. اها لغز ثاني. ثواني. اوه ماي الله. ايش انا مركز باللغز شوفوا طالب ارقام هون. شايف هذا الرقم قاعد مركز فيه فهمتوا كيف؟ فجأة طلع بوجهي 07048 0 ايزي بوي. مسدس جديد هذا يمكن دمجه اعلم. سلاح جديد وفلوج جديد شباب. اوكي تعال. يلا 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 بلا عياط اقول. اوكي هلا لازم نصنع دواء. ليش؟ مشان نعمل هيك. والله يعطوني رصاص كثير للشتقه ما بدي استخدم اي سلاح. مقبض اوكي للسياره للسياره للسياره. الله يستر. انتكم الله يستر. مين نطفو اولاك؟ تعال
ما حسيت المسدس فرع ابدا عن السلاح الثاني منوب. تمام. الله يلعنك. انت كان في خنازير باللعبه. ايه اول ما جيت على القريه قديش خوفتوني يا شباب والله. ولكن بعدين يعني انه علمت عليكم كلياتكم وصارت شغلتكم جدا فاضيه. يعني صرت انا 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 نزل لعندي نزل. ايزي مان. ايزي شات. اوكي. انا اتراجع عن كلمتي الاخيرة اللي حكيتها قبل شوي. What the fuck is this جحش؟ وولفرين بلا مزح ارجع على افلامك اخوي. معقول نبي يموت هذا كمان؟ فك ازيز جحش مين عذبني اكثر من الوحوش يا رجل فضاي نص طلق السلاح تبعي. اوكي بدي هون هم مكان هم بوزنوا. بدي مخبيكم والله هون هم والله ما اعرف كيف قدروا يدخلوا عليكم اصلا و... راحوا. سمعان صوتهم. اما اما بوزو هي هي ام بوزو سوري ولكن ديميتري بيدفع فيكم يعني مصاري فهمتوا كيف؟ تعال 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 هذا همه اديك. افتح البواب كلنا من الطرف الثاني مشان ما نضل نتفتل ايش كل مره ساعه بالماب انه مغلق من الجهه الاخرى. هلا صار عندنا عجله البئر. تمام صار يعني الابار نطلع ايش في جوات. 1 مينيت هو مو الكوخ بمدخنه حمراء. والله عم احس حالي عم استخدم هذا السلاح عم ضيع طلق انا. يب عم ضيع طلق وبعد عم استخدم السلاح الثاني. ضحيت بعنزتين للام ميريندا برافو عليك. تطوير للمفتاح. المفتاح المجنح قطع واحد عليك العثور على ثلاث قطع اخرى لاكماله اوكي مشان نفتح الباب اللي عند مين. ليش ما فيني اخذه طيب؟ اوكي صار معي مفتاح مش الحال. Better see the Duke. هلا لازم نروح عند الدوك، اوكي؟ لازم نروح عند ديميتري. مو ديميتري ايش كان اسمه؟ لنشوف هدول في من امهم فايدة. Let's see Dimitri what he will say. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down.
First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. بعدين اجمع لك كل القطع. Where are the rest of them? There are four in total. You have شفتوا the one. كيف؟ And the other lords have السياد الآخرين عند الزعماء. Lords. البقية عند الزعماء. Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. عطاني خريطة لمكانهم وعطاني خريطة لأسلحة شباب عطاني خريطة كنز If you truly wish to save your daughter you must first gather the four flasks I'll do you a personal favor I've marked the Lord's locations on your map Some treasures still lurk in this village I'm sure each one will prove of great use قبل لازم نفتش معناها بالقرية مزبوط Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Okay. Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Okay. بالتحديث ايش ممكن احدث؟ اتعلم القنابل التصنيع ما راح اتعلم اشتري الدواء ما بدي اشتري تطويره للسنايبر ما بدي اروح على تطوير الاسلحه. هلو ديميتري. ليش ما استخدمنا الخاصية وقت كنا عند ال... نعملنا زوم على شيء ثاني. فوووووك! Don't stop, we gon' make the day.